حسن الظن بالله في قلب العبد هذه من أكبر النعم وأعظم المنن. وقد روى ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه حسن الظن بالله، وهو كتاب مطبوع وعظيم في هذا الباب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. ثم قال: والذي لا إله غيره لا يحسن عبد الظن بالله في شيء إلا أعطاه الله ظنه، ذلك أن الخير كله بيده، ذلك أن الخير كله بيده سبحانه وتعالى. وتنبه لقوله رضي الله عنه: وذلك أن الخير بيده، لتدرك من خلال ذلك أن مبنى حسن الظن بالله عز وجل على حسن المعرفة به. فإذا استيقن العبد وآمن إيمانا جازما أن الأمر كله بيد الله، وأن الخير بيد الله، وأن الخير خيره جل وعلا ولا إله غيره، مال بكلية قلبه إلى الله عز وجل محبة وتعظيما وإجلالا ورجاء وطمعا وإقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى.